هسا ايش عبد الله؟ عبد الله راح يضلوا ايش؟ جهز جهز كاميرته استاذ عبد الله عشان تعرف شو راح يصير. هاي انت راح تكون مع المعلقه لانك انت راح تتبع المعلقه عند ثمي، وانا شو قاعد بسوي؟ روعته. صح وانا تمويه التلفزيوني. برافو عليك. انا هون حطيت زيت زيتون وزبده وبصله مفرومه ناعمه. تمام. وقعدت اكرملها، انا ليه عملتها يعني تحت الهواء؟ عشان اقدر اخلي لونها هيك ذهبيه اكرملها. تمام. هلا هاي خطوه اختياريه، بس كل ما انت يعني بتعطي المكون حقه بتطلع الاكله طيبه. صح. يعني هلا انت لما تكرملها بيصير البصل على حلاوه شوي، يعني بتطلع الحلاوه تاعتها. اذا ما في وقت عادي بخمس دقائق بتقلبها وخلص. طيب تمام. هاي هي الكرات، ما قطعتها، حبيت اجيبها، اللي هي اسمها ليك، تقريبا نوع من انواع البصل. تيجي بهاي الطريقه. وبحب احكي عن موضوع انه كيف تنغسل هاي، لازم بالضبط زي هيك، هي بتيجي زي قطعه كامله، تنقطع هيك بالنص، وهون للاسف بيكون في تراب. اكيد. فلازم نغسل وحده وحده تحت المي عشان التراب تروح. تمام. فهلا رح نفرمها، بس فرمه هيك على السريع ناعمه. والله هاي شوربة فطر على الأصول. بعد ما تكرمل البصل بتزيد الكرات وبتزيد الثوم المهروس. تمام. وبس بتقلبهم هيك دقيقتين ثلاثة. بهذا الوقت انت هلا هاي ثوم مهروس، بتقدر تاخذ تعليقات. تمام. هلا بدنا نضيف الفطر ونقلبها هيك كم من دقيقة لحد ما تفقس ميتها. عشان لحد ما ايش؟ تفقس ميتها. يا سيدي. نزل ميتها. الكيوت للسفاح. يلا. تمام. هيك خلاص نزلنا مية الفطر. شو بنعمل؟ هلا بنزيد عرق زعتر. زعتر زعتر أخضر، نقدر نزيد زعتر ناشف. تمام. تمام. وشو بنعمل؟ هذا هو الفطر المجفف. هاد فطر مجفف. اوكي. نرجع بنحط بننقعه بمي سخنه لمده 10 دقائق ربع ساعه. تمام. عشان يرجع يطرى. تمام. مي عادي. مي سخنه. مي سخنه. مي سخنه زي ما حكيت كثير بتعزز النكهه طبعا، عشان يعني الفطر قد ايه نسبه المي فيه؟ 95%. لما تنشفها يعني انت خليت 5% كل النكهه ب 5%. من الفطر مركزه. مركزه بالضبط. يا عيني يا عيني. فبس هاي هلا هاد مكون اختياري. تمام. بس انا ليه بحب يعني بس اذا بدك تسويها على اصولها اصولها هاي الطريقه، يعني هي مش هي صراحه اكون معك صريح، هي ما لها اصول يعني. يعني هاي انا وصفتي انا. تمام. يعني مش انه في لها طريقه معينه تنعمل شوربه الفطر بالكريمه، بس انا بحب زي ما قلت لك انه على كل طبقه من الـ الطبخ انه ابني نكهه معينه. فهاي مكون اختياري، بس يعني بنصح فيها الصراحة، بتتلاقى بالسوبر ماركت، هي أكتريتها بتستخدم بالأكل الإيطالي أو الفرنسي، الفطر المجفف. تمام. أوكي. هذا المي يعني مي الذهب الصراحة. الله. هاي المي بتستخدميها؟ طبعا طبعا. بس بدي أقول لك شغلة. هلا الفطر المجفف ممكن يكون فيه ترسبات تحت. فهاي آخر إشي ما بنحطها. أوكي. اوكي. حاسين انه ما يعني ما بتعرف درجة الحرارة هون؟ لو سمحت. يا هاي عليناها؟ بالضبط. هلا كله 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 نكهات هاي الشوربة، فبس رح ازيد انا شوية بودرة بصل، شوية سكر بني، وبنقدر كمان نزيد اللي هو جوزة الطيب، كثير طيبة بتطلع مع هاي الشوربة. شو بنعمل؟ نعطيها تقليبة سريعة. امورها تمام. أمورنا بيرفكت. طيب. هلا بس حجيب مرقة الجاج. طيب. سخنيتها من قبل، كيف وأنا معك؟ أوه ساخنة. بالضبط. يلا. بنزيد 6 أكواب مرقة دجاج. هذول معيارات. بالضبط. تمام. وبنستنى لتغلي هيك 10 دقائق. تمام. تمام. هلا عشان بدنا نكثف الشوربة رح أزيد شوية نشا، 5 معالق نشا. تمام. على مي. تصير كثيفة، تاخذ بالزبط الطابع اللي بدنا اياه اللي هو ثيك شوية. ثيك بالزبط. بحب الشربات هاي تكون ثيك. بحبها. نعم صحيح. وما بتقدر تزيد النشا على طول طبعا عشان رح تكبتل، فبتزيدها بمي. عادي بدرجة حرارة الغرفة أو باردة. تحركها مظبوط. وبتحركها مظبوط وبتزيدها بالزبط. تمام. بسم الله. هاي.
هلا شو حنعمل؟ احكي لي. راح نضربها على الخلاط. طيب تفضلي ستنا. هلا يعني اللي بيحبها كثير تكون سلسه يضربها اكثر. هون حسب الرغبه بالضبط. اللي بحب يكون فيها شويه قطع فطر اخفف. هون الموضوع موضوع رغبه. تفضلي. سلم ايدك. هلا شوف شو عملنا. هلا انا عملتها تحت الهواء عشانها كثير سهله الصراحه. تمام. وكنا اوريدي عم نستخدم الهاي. تمام. خبزه بتجيبها خبزه عاديه. رغيف. بتفرغ اللب. اللي هي اطيب شيء بالعالم، فبتاكلها على جنب او بتنشفها. تمام. بتعملها بقسماط. تمام. أوكي؟ اوكي. بعدين بتحط زيت زيتون، تدهنها زيت زيتون من جوا ومن برا او زبده، وبتحطها بالفرن تتحمر فصارت آسيا. ايوه. فبتتحمل سوائل. وهاي الشوربه مش كثير سائله، يعني هي نوعا ما كثيفه. فهاي يعني من الساعه 9 انا حطيتها اللي هناك. اللي موجوده هون من الساعه 9 حطيتها. تمام. والوضع تمام. طبعا هاي الخبزه بعد ما تشرب الشوربه اطيب شيء بالموضوع. يعني بتاكلها انت. اوكي. يعني هي زي كانك كيف انت مثلا بتعمل شوربه عدس مع خبز مقلي، تحط خبز مقلي فوق. بالضبط بالضبط. وبعدين تصير من جوا هيك تكحتها فبتطلع طيبه. طيبه كثير الصراحه. استطيع ان اتخيل ذلك. روعه. بالنسبه لشوربه الفطر بالكريمه بدنا 3 معالق كبار زبده، معلقتين كبار زيت زيتون، حبه بصل مفروم ناعم، 1 كوب كرات، 3 حبات ثوم مهروس، وعود زعتر اخضر، 600 جرام فطر، 1/3 كوب فطر مجفف ومنقوع بمي سخنه، والبهارات 1/2 معلقه كبيره بودره بصل، معلقه كبيره سكر بني، ربع معلقه صغيره جوزه الطيب، 6 اكواب مرقه الدجاج، 5 معالق كبيره نشا، كوب كريمه طبخ، ونص كوب ثوم معمر اللي هو تشايفز، بس يعني للاسف هلا ما بيكون موسم، مش دائما متوفر، ملح وفلفل ورغيف خبز للتقديم.